السلام عليكم. رسميا تم الاعلان عن هاتف ريدمي نوت 9 برو ماكس. حتى تعرف اهم التفاصيل خليكم بالفيديو. اهلا بكم مره ثانيه. بدايه بتصميم الهاتف. الهاتف يجي بتصميم زجاجي من الامام ومن الخلف، والهاتف راح يكون محمي من الامام ومن الخلف بطبقه حمايه من غوريلا جلاس الاصدار الخامس. والهاتف يجي بوزن 209 جرام وبسماكة 8.8 ملم. ننتقل للشاشة. شاشة هذا الهاتف من نوع الـ IPS LCD بدقة الفول HD بلس وبحجم 6.67 انش وبنسبة استحواذ 84.6 من جسم الهاتف وبكثافة بكسلات 395 بكسل في الانج الواحد وبأبعاد 20:9. والهاتف يجي بنظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة شاومي الـ MIUI 11. والهاتف يجي بمعالج من نوع الكوالكوم سناب دراجون 720 جي مصنع بتقنية 8 نانومتر مع معالج رسوم من نوع الادرينو 618. ننتقل للرام وسعر التخزين. الهاتف راح يجي بثلاث نسخ للرام، 4 جيجا بايت و6 جيجا بايت و8 جيجا بايت، وسعة التخزين نسختين 64 جيجا بايت و128 جيجا بايت. والذاكرة بهذا الهاتف من نوع الـ UFS 2.1. ننتقل للكاميرات. الهاتف يجي بكاميرا خلفية رباعية. الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة F1.9، وكاميرا ثانية مخصصة للتصوير بزاوية عريضة أو الألترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة 2.2، وكاميرا ثالثة بدقة 5 ميجا بكسل مخصصة لتصوير الماكرو وبفتحة على 2.4، وكاميرا رابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 مخصصة للعزل، والكاميرا الخلفية تصور لك فيديو بدقة 4K و30 إطار في الثانية. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فتجي بدقة 32 ميجا بكسل وتصور لك فيديو بدقة فول HD ب30 إطار في الثانية. والهاتف يدعم منفذ السماعات ل 3.5 ملم وايضا البصمه اللي راح تكون مدمجه مع زر الباور. ننتقل للبطاريه. الهاتف يجي ببطاريه عملاقه بسعه 5020 ملي امبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ الشاحن من نوع اليو اس بي سي وبقدره 33 واط، وحسب كلام الشركه الهاتف يشحن من 0% الى 50% خلال 30 دقيقه فقط، والشاحن السريع راح يكون بداخل الصندوق عندما تشتري الهاتف. الهاتف راح يجي بثلاث ألوان واللي هي واضحة قدامكم. أما بالنسبة لسعر الهاتف، الهاتف راح يجي بسعر 202 دولار واللي تساوي 242 ألف دينار عراقي. طبعا هذا السعر لنسخة 6 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت سعة تخزين. طبعا هاي كانت نظرة أولية على مواصفات الهاتف. انتظروني بالأيام القادمة راح أنزل لكم المراجعة الكاملة للهاتف. لذلك اشترك بالقناة وفعل الجرس حتى أول من ينزل الفيديو يجيك إشعار وتكون أول من يشوفه. شكرا لمتابعتكم، أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.